بص، هو لما جه في نص الموسم وراح جايب كيك 60، انا عرفت ان احنا هنخيش، بس هنخيش بطريقه عامله ازاي بقى الله اعلم. هتكون في ريحه في دوري الابطال، الدوري ممكن يسلك ونخلصه، انما بصراحه ما افتكرش ان احنا حتى الدوري كمان مش هنعرف نخلصه ومش هنعرف نسلكه. طب انتوا كنتوا حاطين التارجت بتاعكم مجلس اداره ان احنا ناخد الدوري وعلى الاقل نوصل دور الثمانيه في دوري الابطال. طب بالنسبه للدوري اللي خايش دلوقتي، الدنيا تكون بالنسبه لكم عامله ازاي؟ هل هتفكروا ان انتوا تروحوا باللعيبه دي؟ هل هتفكروا ان انتوا تروحوا تجيبوا مدرب محترم زي خلق الله؟ طب هل هتفكروا ان انتوا تجيبوا مدير رياضي؟ طب هل هتعملوا ايه لو طلعتوا قلتوا ان انتوا جبتوا لوتارو مارتينيز؟ هيبقى السنه دي زي السنه الجايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا وقبل اي حاجه، مبروك لكل جمهور ريال مدريد على الفوز بالليجا، مبروك لجمهور ريال مدريد اللي كان بيتحمل كلام كتير قوي من نوعيه الحكام، والحكام بتجيب لك والحكام بتعمل والحكام بتسوي. بص، انا عارف فانات برشلونه وانا مشجع برشلونه متعصب بس الامانه مبروك لجمهور ريال مدريد. اصل هي الكوره ايه يابا غير اي روح رياضيه والكلام ده. نرجع بقى لفرقتنا ونتكلم بقى ونشمر ونتكلم زي ما احنا عايزين على اللي حصل السنه دي. بص، اللي حصل معانا السنه دي يعني ما فيش حاجه تقدر تفصلها غير ان هو ده قمه العك وده قمه القرف وده قمه اللي هو مرحله الفشل والاتجار من الفشل. يعني انا فاكر ان انا في اول الموسم كنت بقول ان في ناس غاويه فشل في برشلونه، وكنت بتكلم على بارتيمو وكنت بتكلم على المرحوم فالفيردي، انما دلوقتي لما لقيت ان فالفيردي مشي وكيكي جه، للامانه الراجل ده كان معايا ماتش واحد بس، قلت راجل جايب افكار جديده وجايب شغل جديد والراجل فيه امل بقى، انما بعد كده الراجل ده ابيض، كانت باينه والله العظيم مبارك، الراجل ده ابيض. وانا ما بص، انا ما اعترضتش على كيكي قد ما اعترضت على الراجل اللي راح جاب كيكي، لان كيكي 60 مواصفاته كمدرب ما دربش فرق كبيره، كل الفرق دربها كانت بتنافس على الهبوط وكانت نص جدول. فلما تروح تجيب مدرب زي ده وتمسكه برشلونه وقعدت منه سنين سنه، يبقى الموضوع عندك انت، الموضوع مش عند المدرب خالص. هو مدرب امكانياته ضعيفه، الراجل على الاقل كان جاي يخلص هنا في مصر، وفجاه لقاك بتتصل بيه تقول له تعالى يا عم كيكي امسك برشلونه، هيقول لك لا. الراجل قالك تمام وجاب سرابيا وقعدوا يشتموا في اللعيبه ماتش الكلاسيكو، وبعد كده اللعيبه نفختهم وخدوا على عينيهم وراحوا اعتذروا كمان لجيرارد بيكيه وقالوا سرعه على الفاظ النبي اللي قالك سرابيا، ومن بعدها خلاص الموضوع بالنسبه له خلصان. اكتشفوا ان هو مدرب ملطه في التمرين، وعرفوا ان هو مدرب ملوش اي 60 طلب، وخلاص عرفوا ان الموضوع بالنسبه له ضايع. بس المشكله بقى لما ميسي اكتشف حاجه مهمه، اللعيبه دي مش هتساعدنا ناخد دوري ابطال، اللعيبه دي الموضوع بالنسبه لها ضايع تماما. وميسي يطلع يتكلم ويقول لها يا جماعه انا مش راضي على اللي بيحصل برشلونه، انا شايف ان مفيش مشروع بيحصل، خلاص احنا عرفنا خلاص ايه في التخيشه جايه، احنا مخيشين والله. يعني ميسي بيقول ان مفيش مشروع واحتمال كمان ان هو ما يجددش، ويطلع بارتيمو يقول لك لا ميسي هيجدد وكيجي 60 مستمر عشان خاطر الفرقه كسبت اربعه. لا انتوا بتزيدوا، لا مفيش مشروع والله. فلما تيجي اخر السنه وتلاقي الوكسه اللي حصلت النهارده قدام اوساسونا ومنتظر انك تكسب عشان خاطر تحفظ ماء الوجه، وتطلع خسران من فرقه بتلعب 10، هو يخرب بيت امكم هتوصلوا بينا لدرجه تانية عامله ازاي؟ يعني الموضوع هيكون بالنسبه لكم يعني الوضع بتاعكم كبرشلونه بارتيمو عامل ازاي؟ يعني بارتيمو ماسك الفرقه بيعتمد على ان ميسي هو البراند اللي موجود في الفرقه، وبيعتمد كمان على ان الفرقه بتلعب كوره جميله وفي شويه القاب كانوا بياخدوها، ويلا يا جماعه اعرف اسوق الكلام ده عشان خاطر اجيب فلوس. طب دلوقتي الدنيا بتكون بالنسبه لك عامله ازاي؟ اللعيبه كبروا وميسي كبر ومفيش بطولات، حتى الدوري اللي انت كنت حاطه تارجت خلاص ضاع. كيكي هتكمل بيه دوري ابطال؟ هتكمل بيه دوري ابطال، لان انت لو مشيت كيكي النهارده هتروح تجيب مين؟ مين اللي هيرضى يشتغل مع الفرقه دلوقتي؟ الفرقه دلوقتي خلاص يعني الموضوع باين بالنسبه له ان هو منحنى، الفرقه عماله تنزل تحت، الفرقه عماله تنزل لتحت، تنزل لتحت. فاللي هيجي هيكون بايع مسيرته، واللي هيجي هيكون مدرب، يا حاجه من الاثنين، يا بايعها خالص يا نفسه يمسك برشلونه باي طريقه، غير كده مفيش. ما اعتقدش ان انت هتروح تجيب تشافي، لان تشافي لو جبته دلوقتي هتكون بنسبه كبيره جدا تشافي بيحرق نفسه، لان صعب جدا الجمهور يتقبل زي تشافي ان هو يخرج من دوري الابطال قدام اي خصم. وخصوصا كمان انت جاي لك بايرن، تخيل انت كيكي ده هيروح يلعب بايرن، ربنا يستر. ده ربنا يستر، يعني احنا في فتره كده كنا في عزنا رحنا نتيجه الماتشين كان 7-0، فما بالك بقى لما نروح نلعبهم بكيكي؟ هذا كيكي هيروح يلعب بايرن ميونخ، يا نهار اسود، انا اطلع من نابولي يا جماعه ونلم امها والله. لا لا النهارده بقى ايه؟ يعني النهارده الواد سيميلو بسم الله ما شاء الله زي الزفت، وبعد كده بيكي زي الزفت، وبعد كده كمان يعني سيرجيو روبرتو بيلعب بالكعب، اللي هو يا ابني انت بتعرف تباصي بوشك عشان تباصي بظهرك، بس عادي كله بيقول والله كله بي، بس هنجيب لو طارو، يعني هنجيب لو طارو، ولو طارو هو اللي هيظبط الفرق، لو طارو بقى هيدافع، لو طارو هيلعب نص ملعب، لو طارو هيلعب ديفندر مكان بوسكيتس عشان خاطر اي عك واي هبلول بيحصل في الفرقه، والله العظيم اي عك واي هبلول. والغريب انك بتلاقي ناس شاريه، يعني مثلا لما يروح يبيع ارسور ويجيب مكانه بيانيتش، والله بيانيتش عنده خبرات. ارسور اساسا ده ايه اللي انتم ماسكين فيه بالكم فتره طويله؟ يا ابني الواد عنده 23 سنه،
يقول لك لا لا هو ارسول ما بيديش، انتوا ليه حاطين الواد تارجت او كده؟ يا ابني باين الاداره بتخيش، يا ابني الاداره عماله تخبط وعماله تعمل حاجات غلط. يقول لك لا لا بيانات شايفين الفرق، طب كمان هيروح يجيبوا لوطارو، طب كمان هيروح يجيبوا نيمار. طب بالراحه بالراحه، بس لما راحوا جابوا جريزمان، ولما راحوا جابوا كوتينيو، ولما راحوا جابوا عثمان ديمبلي نجحوا ليه بقى؟ عشان خاطر الفرقه فيها لوبي بغرف الملابس، والفرقه فيها لعيبه مسيطره على غرفه، واي حد بيخش جوه الفرقه بيكونوا خلاص ده الليله اللي تعيده، ده مش هيلعب لو اتنطط، حتى لو لعب هنشوف ان هو بيسهر بره، مش ملتزم بفتره المعالجه بتاعته من الاصابه زي عثمان ديمبلي والحاجات اللي بتحصل من غرفه الملابس، وان هما كانوا بيطلعوا ان عثمان ديمبلي مش ملتزم في البرنامج الطبي بتاعه، وكانوا بيطلعوا على كوتينيو ان هو بيلعب بلاي ستيشن، وان هو مش قادر يعيش مع الضغوط اللي في برشلونه، ونفس الكلام اللعيبه اللي كانت بتطلعه، اللعيبه اللي من غرفه تبعد معاهم كده وبعد كده تديهم كاركت، راح قالوا للاعلام ان انت بتلعب بلاي ستيشن اصل انت مش مركز. الكلام ده بيحصل في الكوره والله بيحصل، بتبقى قاعد كده مع الواد شيء وتقول له المدرب ده بيعمل وبيحب كذا وبيعمل كذا، بعد ما تدي له قفاك بيروح يقول للمدرب، والله والله بتحصل بجد، بس انت مش هتصدق. ليه بقى؟ لان انت فاهم ان كل حاجه في برشلونه مثاليه، والموضوع بالنسبه لك باين قوي ان هو مثالي عشان خاطر الماركت بتاعه ميسي، فانت شارب ماركت ميسي. بس هي المشكله كلها لو بعت ميسي كماركه عن الفريق وبعت ميسي عن المنظومه تشليح، والله العظيم تشليح اللي بيحصل في الفرقه ده يا راجل، مفيش حاجه عدله بتحصل خالص، لا مدرب عدل ولا لعيبه، الفرقه عندها عدينا معدلات الثلاثينات بقى لنا فتره طويله. طب ايه المستقبل بالنسبه لنا؟ هنجيب مدرب محترم ونبدا بقى يا جماعه نطلع من اللمسيه تحت عشان خاطر عندنا رئيس نادي نيتن مش عايز يصرف، ولا لسه هيستمر برضه في البيزنس القذر بتاعه ويروح يجيب شويه لعيبه عره زي مثلا برنس بواتينج، او زي كمان الله يرحمه باولينيو، او حتى كمان صفقه ارتورو فيدال. ارتورو فيدال كان جايبه صفقه برضه من غسيل الاموال دي، وكان جايبه ببلاش وكان نفسه يطلعه على الصين او على امريكا بس ما عرفش. طيب انت في ظل كل ده مستني فعلا المنظومه دي تنجح؟ ده لما كان بتنجح كان بتنجح عشان خاطر ريال مدريد واتلتيكو مدريد لمؤاخذه كانوا فواتك سايبينك تعمل اللي انت عايزه، انما دلوقتي لما ريال مدريد هوب يا دوبك بس هوب بدا يتحرك خلاص انت هتنزل انت براحتك تتغلب وخلاص هيغلب وهينط على الصداره. طب معنى كده ان انا بتهكم على برشلونه؟ لا انت مش تحب برشلونه قد ايه، بس انا شايف ان المنظومه بتاعتي منظومه فيها مشاكل كتير، وشايف ان المنظومه بتاعتي فيها ازمات كتير، هعيش نفسي على الوهم واقول ان انا خسرت عشان خاطر التحكيم كان بيحارب ريال مدريد معناها ان انا عايز اعيش في البلاله وان انا عايز اتوه دماغي ومش عايز ابص للحقيقه؟ لا انا عندي حقيقه كتير قوي، عندي غرف ملابس اللعيبه مسيطره عليها، عندي مدير فني عره، عندي رئيس نادي وعاجبه الوضع الحالي، عندي مدير رياضي بالنسبه للفريق اريك ابيدال اهم حاجه بالنسبه لي يسقف التسقيفه مع بارتيمو ويرفع على التيشيرت مع مش عارف ايه ويتكلم على الدي ان ايه، دي ان ايه دي ان ايه خالتك يا ابن الجزمه، دي ان ايه قال ده جايب الدي ان ايه بتاع برشلونه، يلا كل دي ان ايه وانت طيب وكل دوري وانت طيب، والموضوع بالنسبه لنا باين كده ان احنا في تحيشه جايه. والله والله انا بقولتها من شهرين، قلت في فضيحه جايه، بس الفضيحه دي هتبقى عامله ازاي؟ كنت شايف ان هي ماتش اوتوسونه، لا لو طاروا ولا نيمار هيحلوا حاجه لو غير لو غيرت المنظومه وغيرت المدرب وغيرت كمان الافكار ونويت والنيه لله انك تعمل فرقه جديده، انما الوضع الحالي وهنكمل باللعيبه اللي هي دي مش هتبقى مستوره خالص.